الفلاح هو وقود الثورات وصانع الثروات. الفلاح بيبني وبيزرع وبيعمر. الفلاح كان دايما وراء الثورات العظيمه اللي قامت بها مصرنا الحبيبه. الفلاح هو اللي بنى السد العالي، هو اللي بنى الاهرامات، هو اللي علم الدنيا كلها ازرع. النهارده هنحاول نركز في هذه الجزئيه على دور الفلاح في المشاركه السياسيه، ونستعرض محاور كثيره مع ضيفي سياده اللواء عادل عباس الخبير الاستراتيجي ورئيس حزب مصر العرب الاشتراكي. سياده اللواء، السلام عليكم. فاز تحت لحضرتك. اهلا وسهلا. قبل ما نستفيض اكثر عن هذا الموضوع، استاذن حضرتك نروح نشوف تقرير ونرجع نكمل مع حضرتك الحوار. نشوف تقرير المشاهدين ونرجع لكم تاني. والله احنا بقولوا يعني راجل كويس، واللي احنا عاوزينه يبقى كويس ان شاء الله. راجل عظيم، وان شاء الله هيمسك البلد وهيظبطها باذن الله، بس مش هيظبطها لوحده يعني، ويظبطها بقى هو والشعب بامر الله. فربنا معانا ومعاه يعني، فعايزين ان ايه الموضوع يستقر يعني. راجل تمام والحمد لله يعني خير للبلد، ونطلبه ان ربنا يصلح حال البلد. والله العمليه كلها واحد، احنا ما لزمنا ان احنا العمليه بتاع حاجتنا تمشي، بس مصلحتنا دي المصلحه بتاعتنا، الكيماوي والادويه والحاجات دي انها تنزل شويه. احنا بنقول ربنا يصلح له الحال ويمشي بالبلد، لان البلد دلوقتي عماله عاملين زي اللي راكب في مركب، جماعه بيزقوا لورا وجماعه بيزقوا لقدام، واحنا غرقانين في النص مش عارفين نصدق مين ولا نسمع كلام مين. فاحنا بنقول يا رب يا رب يصلح له الحال. جميل جدا ان يكون لدى كافه فئات الشعب وعي سياسي. ليس الوعي السياسي يتقلص فقط على فئه المثقفين او الطبقه المسيسه، ولكن فئه الفلاحين لازم يكون عندهم برضو طبعا يعني شيء من الجانب التثقيف السياسي ده، يمكن احنا بنشوفه ولاحظناه كبير بشكل كبير جدا في الفتره اللي فاتت. سياده اللواء، اهلا بحضرتك من جديد. اهلا بيك. ومن رؤيه حضرتك الاستراتيجيه، كيف تقرا حال اخواننا الفلاحين والمزارعين او المجتمع الريفي بنظره حضرتك الاستراتيجيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو الفلاح المصري من قديم الأزل وهو عماد التنمية في مصر وفي يعني يعتبر العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها، لأن منتجات مصر الزراعية كان دائما لها دور فعال في حفظ التوازن الاستراتيجي والاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط. نعم. بمعنى أنه كان القطن وكانت والأرز والقمح المصري كان هما عماد الاقتصاد في والتجارة العالمية والتجارة في منطقة الشرق الأوسط كلها. نعم. الفلاح عانى طوال 40 سنة مضت من إهمال، ومن أن الدولة ما كانتش بتهتم بيه. آن الأوان للفلاح أن يكون له دور، أن هو يشترك في الثورة، اشترك في 25 يناير، اشترك في 30 يونيو، صلح المسار، عدل مسار الثورة بعد أن كانت اختطفت الثورة من 25 يناير وأخذت منحة آخر تم إهماله لمدة عام، اللي هي فترة الرئيس السابق محمد مرسي. الفلاح كانت له مطالب وكانت له إشكاليات بيعاني منها، فضلت الدولة غير مهتمية به. نعم. جاءت ثورة 30 يونيو وجاء مؤازرة الجيش ومؤازرة المشير عبد الفتاح السيسي إلى لهذه الثورة وللشباب في ميدان التحرير ولشباب تمرد اللي قام بالجزء الأكبر من الثورة. نعم. الفلاح شارك، الفلاح مضى على استمرار التمرد، الفلاح تواجد في ميدان التحرير، الفلاح لما المشير السيسي طلب منه تفويض لأنه يقاوم الإرهاب، الفلاح أول من أسرع بالاستجابة لهذا المطلب. إذن الفلاح له دور على مر التاريخ لا نستطيع أن نغفله. الوضع السياسي أن الفلاح الآن مطالب بأن يختار رئيسه، بقى مطالب بأن يشوف البرنامج الصالح له. الفلاح وافق على الدستور، الدستور كان يشتمل على مميزات كبيره للفلاح، والفلاح كان له دور في صياغه هذا الدستور. تمام. كما ذكرت حضرتك سياده اللواء ان الفلاح على مر التاريخ كان له دور كبير جدا في المشاركه السياسيه، هل حضرتك شايف في هذا التوقيت تقلص دور الفلاح في المشاركه السياسيه عن زمان ولا لا؟ الفلاح دلوقتي تقلص دوره لسبب، لان فتره ال 40 سنه الماضيه او نقول 41 سنه
اللي هي فترة الرئيس السادات والرئيس عبد الرئيس مبارك والرئيس مرسي، كان ال 41 سنة دول كان الفلاح بيعد إعداد لموجه سياسي، كان بيتوجه توجيه سياسي عكس ما كان أيام الثورة وأيام الرئيس عبد الناصر. نعم. كان الفلاح له دور، كان مشترك في قوى الشعب العامل. نعم. كان له دور في لجنة العشرين، ثم له دور في الاتحاد الاشتراكي العربي. تمام. ثم بعد كده له دور في حزب مصر العربي الاشتراكي. أنا برقصه دلوقتي، كان الفلاح كان عماد الهيئة العليا للحزب، كان فلاح، كانوا من الفلاحين، كان آراء وبرنامج الحزب وبرنامج القوى الشعب العامل وبرنامج الاتحاد الاشتراكي في فترة الستينات والسبعينات كان الفلاح هو اللي بيصغها، والمؤتمرات الشعبية كان الفلاح بيشترك فيها. يا حضرتك شايف دلوقتي ان دور الفلاح يعني مؤثر في الحياة السياسية حاليا؟ بدأ بعد 30 يونيو. بعد 30 يونيو في اعداد الدستور بدأ يكون للفلاح دور، والفلاح اخذنا رأيه في ايه اللي عايزه الفترة القادمة. طبعا. يبقى هو طلب التعاونيات، وطلب عودة القطاع العام، وطلب تشغيل أبنائه من الخريجين، وطلب التخفيض الفائدة بتاعت بنك التنمية والائتمان الزراعي. نعم. كل هذه مطالب المشير السيسي وعد بأنه هيحطها في برنامجه وهيهتم بيها. طيب. يبقى هنا الفلاح أصبح مؤثر سياسي. طيب تعليق حضرتك على من يقولون أن تم تهميش الفلاح من المشاركة السياسية بعد إلغاء نسبة 50% أو من الفلاحين في الدستور، ترد عليهم أو توضح لهم جزئية؟ أن رغم أننا حزب اشتراكي إلا أننا أول من وافق على إلغاء هذه النسبة. ليه؟ النسبة دي طوال 40 سنة استغلت استغلال سيء. يعني كانت بتحسب على الفلاح بأن له نسبة في البرلمان، ولكن التقاوي والبذور والكيماويات وفوائد بنك التنمية والائتمان الزراعي كانت مرتفعة جدا، والأسعار مرتفعة، والمحصول لم يكن يأخذ من الفلاح، الدولة لم تكن مسؤولة عن المحصول. في ظل وجود 40 سنة له عضوية في البرلمان وله 50% عماله فلاحين، ومع ذلك لم يهتموا بالفلاح وأهملوا الفلاح. الآن بعد ما نشيل النسبة دي في مقابلها إن أنا أدي مميزات للفلاح، هو ده الأحسن، ان الفلاح ياخد مميزات. الفلاح اللي يهمه ايه؟ يهمه مميزات، ويهمه ان حقه ما حدش ياخده. حقه في 50% كان اللي بياخده دكاترة الجامعة، لواءات الجيش، لواءات الشرطة، كانوا بيترشحهم عمال وفلاحين. ولكن الفلاح وابن الفلاح ما كانش بياخد حاجة من النسبة دي. اذا النسبة دي في مقابلها انا لما الغيها ورجع مكاسب الفلاح تاني اللي كانت بتاعت زمان اللي ضاعت منه افضل. يعني أنا يهمني مصلحة الفلاح. طب مكاسب الفلاح بقى من ثورة 30 يونيو من وجهة نظر حضرتك؟ مكاسب الفلاح بعد 30 يونيو إن القطاع العام هيعود، هيتلازم مع القطاع الخاص. نعم. الشون بنك التسليف هيبدأوا ياخدوا المحصول من الفلاح. الفلاح بعد ما كان بيطلع المحصول بتاعه يعني كان مشهور زمان، كان الفلاح ما يجوش ابنه أو بنته إلا في الإيراد اللي هي فترة اللي هو جني المحصول. أصبح المحصول بيطلع سواء القمح أو سواء القطن يعني يخزن في المنزل عند الفلاح ومش لاقي حد ياخده، بيجي التاجر يستغله وياخده بأي سعر. اليوم في الدستور الجديد أصبح لزاما على الدولة أن تلزم الشركات القطاع العام أن هي تأخذ المحصول من الفلاح. تمام. فدي ميزة كبيرة. تمام. المبيدات هيتنخفض أسعارها. البنك التنمية هيخفض الفائدة، فائدة 18%. نعم. أي دولة في العالم الفلاح 2.5%، وده الحقيقة احنا اللي بنأمله، يعني تخفيف كافة الأعباء على أخواننا الفلاحين، وحيتم تدعيم دعم الفلاح دعم نقدي عن طريق تخفيض الفايدة، بمعنى ان احنا بنشوف مثلا امريكا رأس مالية واوروبا، ولكن امريكا واوروبا بيدعموا الفلاح اكتر من اي مهنة اخرى او فئة اخرى. طيب. فئة الفلاح في اوروبا وفي امريكا لها دعم كبير، وقروضها كلها لا تزيد عن 2.5%. طيب استاذك ناخد الدكتور ناصر سليمان عميد القبائل العربية ورئيس حزب صوت مصر. السلام عليكم يا فندم. الله يتعالى وبركاته. محمد يا حبيبي، تحياتي لحضرتك يا ناصر. الله، تحياتي لحضرتك ولضيفك الكريم. ربنا يخليك يا فندم. يمكن احنا بنتكلم في هذه الفقره ناصر على اهميه المشاركه السياسيه خاصه بالفلاح، هل تقلص دور الفلاح في هذه الاونه في المشاركه السياسيه ولا لا من وجهه نظر حضرتك يا استاذ ناصر؟ بالعكس يا حبيبي، دور الفلاح هيكون كبير جدا في المشاركه السياسيه، لان حاليا احنا في عصر ديمقراطي. نعم.
عصر الحريات وعصر يعني ما فيش أصلا تكريم للأفواه. فالفلاح الآن أصبح يدرك كل ما يدور من حوله في مصر الحديثة. فطبعا من ناحية اللي بيمثل عن شعب مصر أصلا 70% بيشتغل بالفلاح بالزراعة يعني. وطبعا هؤلاء الناس أصبحوا الآن كل فلاح في مصر يدرك ما له وما عليه في الفترة القادمة إن شاء الله. طيب إن شاء الله أن الفلاح هيكون له دور كبير جدا في المشروع السياسية وبالذات في المرحلة الجاية إن شاء الله. ولكن إحنا يجب أن يكون أن إحنا ننظر للفلاح أنه أصل عمود فقري بين الزراعة في مصر هي الاقتصاد المصري قائم على الزراعة. 70% من الشعب المصري يقوم بالزراعة. يجب أن إحنا نراعي الفلاح كما قال سيادة اللواء زي ما تفعل دلوقتي حاليا يعني. نعم. طيب يمكن سياده اللواء برضه يعني اشار لجزئيه مهمه جدا واللي يمكن الناس بتلعب فيها دلوقتي بعد الغاء نسبه 50% الفلاحين في الدستور. البعض قال ان ده يعتبر مثابه تهميش لاخواننا الفلاحين في المشاركه في الحياه السياسيه. تعليق حضرتك في هذه الجزئيه وحضرتك رئيس حزب برضه. موضوع الدستور يعني ان هو تهمش الفلاح فيه يعني؟ نعم. لا يا حبيبي والله الفلاح اصلا اولا في حاجه بقالك الدستور اللي اتعملت قبل كده من في الخمسينات حتى من بدايه الدستور كلها العالم في مصر ما كان يدرك الفلاح يعني ولا كنا احنا حتى الناس الطبقه اللي هي الفئات المتعلمه اصلا حتى الطبقه ما له وما عليه في الدستور. ولكن احنا الدستور المصري هم لا ما عملش الفلاح ولا حاجه في الدستور المصري. الدستور المصري كان هو تلاشى عن موضوع المشاركه في الانتخابات او في مجلس الشعب. ولكن احنا بنقول ان شاء الله باذن الله الامر الله في المرحله القادمه باذن الله تعالى ان الدستور المصري هيخدم الفلاح في ان هو اصلا الزراعه اللي احنا ما كناش بنزرعها ما كناش بنلاقي لها مصدر توزيع او مصدر الفلاح يزرع الزرعه وكان يحتار فيها. فطبعا الدستور كفل له ان هو يكون له ان شاء الله هيكون له موارد باذن الله تعالى موارد اللي تطلع من الارض هيتكفل بها الدوله انها تاخدها وتاخد الفلاح حقه. ولكن انا يجب علي على 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 الان على 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 المسؤولين في مصر ان هم يعني يهتموا بالفلاح شويه ويهتموا بالزراعه شويه ويعرفوا ان 70% من شعب مصر فلاح وان هم اصلا 70% بيشتغلوا بالزراعه وان الاقتصاد المصري العمود الفقري للاقتصاد المصري هي الزراعه. يعني هي اصلا الزراعه فيجب ان احنا نهتم بيها شويه ونهتم ان احنا ما نجعلش مثلا يعني انا سعيد جدا بسياده الوزير ايمن الحريري الله يبارك فيه. طبعا الراجل ده اصلا بيشتغل كانه هو فلاح مصري وان هو مسؤول من المسؤولين اللي هو كانه هو فلاح فعلا بيزرع في الارض ويطول ويقول في الجمهوريه على 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 على, 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 على مستوى الجمهوريه مسؤوليته بحري. وانا هذا سعيد جدا بهذا الوزير سعيد بكل الوزراء اللي هم بيمثلوا في اماكن الحدث او الاماكن اللي هي فيها اماكن حيويه بالنسبه لمسؤولياتهم. فانا كده سعيد جدا في سياده الوزير بتاع الزراعه ايمن ابو حديد ان هو الراجل اصلا يعني صار رجال يعني متابعين كل ما يفعله في محافظاتنا. ويجب ان هو فعلا نفعل بقى الدور الحقيقي الاهتمام بالفلاح المصري بالنسبه للمبيدات نحن نسهل له المبيدات ونسهل له وده يمكن اللي احنا بنأمله طبعا من كل الحكومات سواء الوزراء الحاليين اللي هم بيقوموا دلوقتي بعمل كثير من الجولات وعلى رأسهم يعني السيد ايمن فريد ابو حديد وزير الزراعه اللي هو طبعا زي ما حضرتك ذكرت حاصل فعلا بحال الفلاح عشان كده بيحرص ان يكون متواجد في الكثير من الاماكن التي لديها مشكلات والعمل على وضع حلول جذريه لهذه المشكلات. بشكرك جدا الدكتور ناصر سليمان عميد القبائل العربيه ورئيس حزب صوت مصر. سيادة ارجع لحضرتك تاني ونتكلم في جزئيه مهمه جدا. هل الفلاح المصري هل هو المظلوم ام الحكومات التي تعاقبت يعني على الفلاح المصري هي السبب الرئيسي في وقوع الظلم على الفلاح؟ هو الفلاح وقع في 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 موقف صعب ما قدرش هو يغيره وهو ايه؟ ان الحكومات استغلت الفلاح لعمليه سياسيه لصالح الحكومات فقط. ولصالح النظام دون بمعنى المصلحة. ان كان حزب النظام عايز الاصوات وعايز يتواجد في البرلمان دون ان يفكر في مصلحه الفلاح يعني بيحشد في مقابل اصوات الفلاح ليس المصلحه كان يحشد الاصوات فكان ايام الحزب الوطني الديمقراطي السابق كان يحشد الاصوات وياخد الاصوات وبعد كده يتواجد في البرلمان الحزب منه لرئيس الدوله ورئيس الحزب ويترك الفلاح اللي هو اداله الاصوات. الان اصبح الوضع مختلف اصبح ان صوت الفلاح
ووجوده ومشاركته السياسية هي التي تحدد أنهي حزب هيقود البرلمان. نعم. وأنهي حزب هيشكل الوزارة. نعم. وبالتالي أصبح الفلاح الدور الأساسي بيجي من الفلاح. نعم. ما بيحتاجش أن حد يديله دور. نعم. لا الدور هو ملك إيده هو. نعم. يعني أصبح وأنا دايما في مؤتمراتنا في المحافظات مع الإخوة وأهلنا في الريف بنقول لهم أن دايما وكنا في المنيا الأسبوع الماضي بنقول لهم أن دايما صوتكم في الصندوق هو ده اللي يصنع قرار اللي انت عايزه. نعم. يعني لو انت اخترت مرشح رئاسي يبقى المرشح الرئاسي اللي هيحقق اهدافك. نعم. لو انت اخترت عضو برلمان العضو البرلماني اللي هيتكلم بالنيابة عنك وهيحقق اهدافك ايا كان هذا العضو البرلمان. نعم. ما عادش فيه ولذلك كان يعني اصبح دلوقتي الفلاح واعي وعنده حس سياسي كبير جدا. نعم. وبيشترك احنا لما كنا في 30 يونيو بنحدد النظام الحكم يكون ايه الفترة الانتقالية الاخوة الفلاحين اللي كانوا موجودين في الاجتماع اكثر الناس حرصا على استقرار مصر. نعم. قالوا رئيس الدستورية العليا زي ما احنا كنا بنطالب رئيس الدستورية العليا اذا جاء الحس الوطني من الفلاح. نعم. يمكن ده اللي حزناه برضو يا سيادة اللواء حضرتك لو نرجع بالذاكرة شوية لورا أثناء يعني تثقيف الناس وتوعيتهم بموضوع الاستفتاء والمشاركة في الاستفتاء. أطلع. وجدنا الكثير من الندوات تم تنظيمها في المجتمعات الريفية والقرى الريفية يمكن أهالي القرى نفسهم هم اللي دعوا السياسيين أو الطبقة المثقفة نتيجة وعي الفلاحين ده إدراكا منهم لأهمية المشاركة في الحياة تمام السياسية. يعني حضرتك احنا عملنا 17 مؤتمر في 17 محافظة عن الدستور. نعم. لما كنا بنروح في ضيافة الفلاحين نفسهم. دي حقيقة. مش احنا اللي بنفرض عليهم. هم اللي كانوا بيعملوا المؤتمر والسرادق والاجتماع ويجمعوا الناس واحنا بنروح عليهم ضيوف كنا نتحاور معهم. نعم. ليه؟ لان احنا عرفنا منهم ارائهم وشرحنا لهم بنود الدستور وبالتالي كان ده ليه صدى كبير لدى الفلاح. نعم. ان الفلاح هو اللي عمل دستوره والفلاح هو اللي هيختار رئيسه والفلاح هو اللي هيختار عضو البرلمان بتاعه. نعم. اصبح دلوقتي وانا هقول لحضرتك نقطه مهمه جدا بالنسبه لعمليه 50% عمول الفلاحين. احنا لو تركنا الفلاح يدخل الانتخابات هيكتسح وهياخد الاصوات وهيدخل بقوته البرلمان. نعم. مش محتاج عمليه 50%. ليه؟ لانه لما هيدخل دلوقتي مين اللي معروف شعبيا داخل القريه وداخل المدينه؟ الفلاح. وبالتالي لما يترشح اهله هينتخبوه. لكن لما يفرض عليه في السابق كان 50% جماعة او لواء شرطة او جيش وينزلوه على الدايرة. الحزب الحاكم ينزلوه على الدايرة ويفرضوا على الفلاح والفلاح يفاجأ انه مش واخد فرصته انه يوصل للبرلمان. طبعا. اصبح دلوقتي المكاسب اصبحت مكاسب حقيقية. وده اللي يهمني. تحت شعارات زي ما كنا وليست طبعا. شعارات وليست يعني حاجات لمجرد الشو الاعلام. ناخد الاستاذ سامي من محافظه البحيره. السلام عليكم يا فندم. السلام عليكم. تحياتي لحضرتك وكل اهلنا في البحيره. اتفضل يا فندم. ربنا يخليك. تحياتي لحضرتك وسياده اللواء. اهلا وسهلا. اهلا بك يا فندم. والله في سؤال بس يمكن انا بطرحه على سياده اللواء. ليه يعني بالنسبه للفلاحين في فلاحين كتير ما عندهمش اراضي زراعيه وهم ناس عندهم خبره في الزراعه. الاراضي الصحراويه دي اللي ماسكه من اول اسكندريه للقاهره في مساحات شاسعه صحراويه عاوزه تتجدد. ما ده احنا بنستورد الجنس من بره. ليه ما يتوزعش الاراضي دي على الفلاحين اللي هم لم يمتلكوا حياه اراضي اللي هو مكتوب في بطاقته عامل زراعي واللي هو فلاح؟ الناس دي كلها مهمشه من ناحيه صحيه. ليه الدوله ما تهتمش وبدل ما نسترد الجنس من بره؟ ما احنا الفلاح هنا يزرع والفلاح عنده امكانيات. انت اديله الارض وهو يستصلحها وتصله ميه بس بلاش كهرباء. فانا بناشد سياده اللواء ان هو يشوف ينظر في الموضوع ده ويتكلم مع الحكومه على الاراضي الصحراويه والفلاحين البسطاء. وشكرا يا فندم. بشكرك جدا استاذ سامي من البحيره. معنا ايضا مين؟ استاذ جمعه من الشرقيه. السلام عليكم يا فندم. السلام عليكم. السلام عليكم. تحياتي لحضرتك. وعليكم السلام وبركاته. اتفضل. ازيك يا باشا؟ اهلا بحضرتك يا حاج جمعه. اخبارك ايه؟ ازيك يا حاج اللواء؟ اهلا وسهلا. ازي صح حاج جمعه الجندي من الشرقيه. اهلا حاج جمعه. ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. الله يخليك. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك. ازيك حاج جمعه؟ الله يخليك. احنا والله الفلاح يعني بقى عنده وعي وعنده ثقافه من الفتره اللي فاتت واللي شافه من معاناه من ناحيه اهم حاجه الامن. الامن ثم الامن. الامن النهارده هو اهم حاجه في سياسه الرئيس القادم لان الامن. الفلاح دلوقتي
مكانته رايحة بيروح العبور ويجي الحرمية قبل ياخده مع عربيته وياخده فلوس وياخده كذا. فأنا مطلوب من الرئيس القادم أول حاجة الأمن، ثاني حاجة يطبق القانون، القانون إذا اتطبق والأمن رجع هترجع منه السياحة وهترجع منه الفلاحة وهترجع منه المصانع وهيرجع منه كل حاجة. الفلاح عنده وعي النهاردة ازاي ينتخب رئيسه وازاي ينتخب عضو مجلس الشعب وازاي ينتخب، لانه الفترة اللي فاتت الثلاث سنين علموا الفلاح شيء عمره ما كان هيتعلمه الا بالفترة اللي فاتت دي. دي حقيقة. احنا مشتاقين للامن، مشتاقين. ومش انا عايز الرئيس ان شاء الله القادم انا عايزه ما يعملش برنامج، ما فيش برنامج. البرنامج ده بيوجد لنا مشاكل اتعدت اللواء بعد كده يقعدوا له في الشارع ما عملتش. بس انا عايز الامن، الامن لو رجع والقانون اتطبق على كل كبير وصغير هو ده هيعيد استثمار مصر، ومصر هتبقى اغنى بلد واحسن بلد ان شاء الله. واما الفلاح فالفلاح وعي وواعي وتمام والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. بشكرك جدا حاج جمعه محافظه الشرقيه. الله يخليك. سعيد جدا ست الولا بسمع يعني مثل هذه الاصوات المتنوره ووعي وفكر ثقافي عالي جدا. واحنا بنتعلم منهم، احنا بنتواجد في وسط الفلاحين في الارض عندنا في الدقهليه وبنتواجد يعني بنتعلم وبناخد الثقافه منهم. بالنسبه للاخ سامي السؤال اللي بيقوله بالنسبه لعمليه البرنامج بتاع الرئيس وعمليه توزيع الاراضي، انا هفكره بحاجه. انا امام الرئيس السابق محمد مرسي اكثر من مره قلت له في اجتماع رؤساء الاحزاب مع رئيس الجمهوريه، قلت له يكفيك انك تنتبه لشيء واحد مهم جدا. الارض الصحراويه اللي على الطرق الصحراويه طريق اسكندريه وطريق الاسماعيليه وفي سيناء، الاراضي دي تتوزع على الفلاحين. لو كل فلاح خد 20 هم بيطالبوا بدفع، خد 20 فدان كل فلاح ياخد 20 فدان وكل خريج جامعه ياخد 20 فدان. الاراضي موجوده ملايين الافدنه. وياخد 20 فدان حتى لو باع منهم خمس فدادين وبتمنهم يصرف على ال 15 التانيين ويبني ليه بيت ويستقر. الكلام ده قلته اكتر من مره للرئيس السابق محمد مرسي وما منفش. احنا بنوعد في البرنامج القادم، واحنا قلنا للمشير السيسي على هذا الموضوع وفي برنامجه ان الارض الصحراويه على طريق الاسماعيليه وطريق اسكندريه وفي سيناء هتملك للشباب الخريج الجديد وتملك للفلاح. طيب قبل ما اسال حضرتك يعني ده وقت كاحزاب في هذه الجزئيه استاذنك بس اخو الاستاذ راجع من مطروح عشان ما تقولش عليها تليفون. السلام عليكم يا فندم. السلام عليكم. تحياتي لحضرتك. يا مرحبا، اهلا بيك وهلا بسياده اللواء. اهلا بيك واهلا كلنا في مطروح يا فندم. لا والله كنت اريد نقول الكلام اللي هو بيتكلم فيه سياده اللواء، لان بنعيد المكلمه الاخ بتاع البحيره هذا ويتكلم عن الاراضي الزراعيه اللي على الطريق الصحراوي. نعم. يا سيدي الفاضل، الطرق الصحراويه كلها بقت منتجعات سياحيه، هذا يديروا لي بقريه ايش وقريه ايش وقريه ايش، هذا ما بتاكل عيش، هذا بتاخذ الناس بعيونهم. هذا اللي يعوز قرض من البنك يمشي يضحك على قرية ويعمل منتج سياحي، هذا اللي مش عارف ما يمشي يعمل ايه، كلها مصالح تجارية. فأنا بنهاية سيادة اللواء لماذا يعطوا الأراضي الزراعية هذا للفلاحين الغلابة اللي هم يقدروا يطلعوا القمح من مصر ويطلع كل حاجة كويسة، لكن رجال الأعمال والمستثمرين والناس اللي لها مصالح شخصية هذا دايرين من أول الطريق الصحراوي لعند القاهرة من الإسكندرية للقاهرة كلها قرى يا أستاذي. أنزل أنت طيارتك على الطريق الصحراوي تلاقيها قرى صحية وقرية إيش وقرية إيش، مش عاوز نعد لك اسم القرى وسيادة اللواء يعلمهم جيدة. لكن ما بنقول لسيادة اللواء المشير عبد الفتاح السيسي، أنا متأكد أن الأراضي دي سينزل فيها وبعدين مع احترامي لسيادة اللواء في كمان ناس بتخرج دبلومات زراعية، الناس هذا كلها عندها خبرة في الزراعة، يعني ما نستثمرش الجامعات الزراعية لا، والدبلومات الزراعية الأخرى في ناس متخرجة من زمان وعندها خبرة. دول أولى إنهم ياخدوا. صح. ونحيي سيادة اللواء ونحييك وشكرا. بشكرك جدا أستاذ مراجع من محافظة مطروح. يمكن أستاذ مراجع يعني التمس نقطة مهمة جدا وهي الطرق الصحراوية أو بعض المناطق اللي احنا الناس بتنشر. ما ده اللي احنا عايزين نمنعه بقى، نمنع عملية الاستثمار العشوائي اللي بيتم. دي كلها حاجات عشوائيه، مفيش دوله في العالم بتعمل كده. اي دوله في العالم هي شواطئ البحار فقط اللي هي المنتجعات السياحيه فقط
لكن عملية الطرق الصحراوية وأرض اللي ممكن تستزرع وممكن تجيب خير للبلد دي ممنوع عليها المنشآت السياحية. احنا للأسف بنعمل نجد كرة سياحية موجودة مثلا على طريق مصر من هنا لغاية اسكندرية، كرة سياحية على اليمين وعلى اليسار. طب دي لازمتها ايه؟ دي تتزرع. دي تتزرع، لكن ما يعني ما يسمحش فيها بالبناء او بالفيلات او بالشاليهات في هذه الاماكن. دي نقطة مهمة جدا، ودي اللي احنا بنقول احنا يعني وصلنا هذه المعلومات الى المشير السيسي عشان يحطها في برنامجه ويبدأ يتحرك فيها. جميل. الحاجة التانية ان بالنسبة للفلاح الدبلومات الزراعة، يعني فعلا عماد وزارة الزراعة في فترة الستينات والسبعينات كان خريج الدبلومات، لان هم اكثر حرفية وتقنية لاستخدامات الزراعة. كان المشرف الزراعي ده خريج دبلوم زراعة، وكان في الجمعية الزراعية عندنا في البلد، كان هو اهم واحد في القرية، اهم واحد، لان كان كلمته الفلاح بيلتزم بيه. دلوقتي حاليا اصبحهم بيتخرجوا ما بيشتغلوش في الزراعة، بيشتغلوا في حاجات تانية. لا، انا هرجع تاني وزارة الزراعة كلية الزراعة بأهمية أكتر من الأول. جميل. يبقى كلية الزراعة ومدارس السنوية الزراعية دول لازم يبقى لهم اهتمام كبير جدا. نعم. لأن إحنا إذا لم نستزرع الأرض الصحراوية ونحافظ على الأرض الزراعية القديمة، دول هم حياتنا الفترة القادمة. طيب. خاصة في ظل مشاكل المياه ومشاكل سد النهضة والكلام اللي بيحصل في أثيوبيا، أصبح لزمن علينا نحافظ على الرقعة الزراعية ونحافظ على الأرض القريبة من الماء. طبعا. لأن احنا ما عندناش فرصة ان احنا نودي مية لتشكة ونضيعها في انها تتبخر. صح. في الحرارة. لا، الأرض لما تيجي مصر اسكندرية الصحراوي او مصر اسماعيلية الصحراوي او مصر السويس الصحراوي وتتزرع الأراضي الطرق دي يمين ويسار يتزرعهم. طبعا. انا حلاقي الأرض المية قريبة منهم والجو مناسب احسن من جو تشكة والاماكن الحاره اللي طبعا تاخد ميه كثير. طيب سياده الاب، بصفه حضرتك رئيس حزب سياحي، دور الاحزاب السياسيه في تثقيف الفلاحين والمزارعين سياسيا وايضا النهوض بقطاع الفلاح بصفه عامه، حضرتك تعلم ان الدور ده مش يقع على عاتق شيء معين او منظمه او وزاره معينه، لكن يحتاج تضافر من كافه مؤسسات الدوله. لو اتكلمنا على الاحزاب السياسيه دورها في هذا الشان ايه؟ دور الاحزاب السياسيه ان هي تتواجد في القريه. يعني انا عندي 18,000 عضو، لما تيجي تجد هتلاقيهم مش اقل من 12,000 فلاح من ضمن ال 18,000. انا عندي الامانات كلها في المحافظات، ما عنديش في 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 المدن. انا 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 بقول ان الاحزاب السياسيه يجب ان تتجه الى الريف، تتجه الى الفلاح. لان الفلاح وابن الفلاح وقريب الفلاح هم عماد حاجتين، عماد السياسه حياه سياسيه وعماد القوات المسلحه. ابناء القوات المسلحه اللي بيدافعوا عننا وبيحققوا الامن والشرطه هم من اولاد الفلاح وابنائه واخواته وقرايبه. الحاجه الثانيه، عماد الشباب اللي في العمل السياسي من الفلاح. ليه؟ لان ابن المدن نادر لما تلاقي ابن الجيزه والقاهره واسكندريه والمدن دي بيعمل في السياسه او بيعمل او بيخدم بلده كناحيه امنيه او ناحيه قوات مسلحه. قوات مسلحه وشرطه واحزاب سياسيه تلاقيهم كلهم من المحافظات ومن الاقاليم. اذا هنا انا بأناشد رؤساء الاحزاب ان يتجهوا للريف. الريف هو مصنع الرجال، هو اللي بيدينا الرجل او الشباب المناسب للعمل في القوات المسلحه، في الشرطه، في الاحزاب السياسيه. انه يبني بلده. تمام. انه يعمر بلده. هي تمام. دي الامور، وعايزين نطبقها على الواقع، مش بنقولها شعارات لا او كلام نظري. احنا عايزين نطبقها على ارض الواقع. طيب. نجوب المحافظات، ندور على الكفاءات القوية. نعم. الكفاءات دي نديها الفرصة تاخد فرصتها وتظهر في جميع المجالات، ويدي روح 30 يونيو. طيب من وجهة نظر حضرتك سيادة اللواء، كيف يكون الفلاح أكثر تأثيرا في صنع الحياة السياسية هنا في مصر؟ الفلاح عشان يكون مؤثر في الحياة السياسية إن الفلاح يدي رأيه، ما يتراجعش، ما يقولش الحكومة تعمل اللي هي عايزاه. لا، ما تعملش اللي هي عايزاه. رأي الفلاح مهم لدى رئيس الوزراء ولدى رئيس الدولة ولدى عضو البرلمان. البرلمان الفترة القادمة مهم جدا. القوانين المترتبة على الدستور قوانين مهمة جدا هتمس الفلاح وتمس حياة الفلاح. الفلاح يشارك فيها.
لما يجي عضو برلمان واحد مترشح للبرلمان يقول له برنامجك ايه؟ هتعمل ايه؟ يناقشه فكرك ايه؟ ويناقشه ويقعد معاه. زي ما احنا مثلا رحنا المنيا الاسبوع الماضي عشان الترشيح المشير السيسي، قعدنا مع الفلاحين في صمالوط في المنيا ومعاهم في الاماكن بتاعتهم، وقعدنا نتحاور اكثر من 4 ساعات. هم قالوا عايزين ايه واحنا قلنا لهم راينا ايه، ونتحاور ونوصل للراي السليم اللي نوصله للقياده السياسيه في القاهره. مدى التفاعل بقى يا فندم من خلال هذا اللقاء؟ كان مشجع جدا 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 وافكار كثيره خرجت من الفلاح اللي موجود في المنيا، وايه اللي عايزه لقيناه اراء ممتازه ومشجعه. وهم وعدوا قالوا احنا هنؤيد هذا المرشح، ولكن احنا عايزين برنامج اللي احنا قلنا عليه يتنفس. وصلنا ارائهم للمرشح بحيث انه ينزلوا في برنامجكم. نعم، جميل جدا انهم يكونوا حريصين على قرايه البرنامج الانتخابي لاي مرشح قبل انتخابه. ده اعتقد ده يعني هيعود عليهم بصوره ايجابيه، انهم يكونوا مدركين القيمه اللي نازل بها الرئيس الجمهوريه ده وعايز يعمل ايه للبلد. وبالنسبه للموضوع عشان الاخ جمعه الحاج جمعه في الشرقيه بيقول على عمليه الامن، الامن هو اساس برنامج المشير السيسي. الامن، نعم، الامن مهم جدا. واي مرشح، احنا مش بنحاز لمرشح دون اخر، احنا بنقول اي مرشح هينزل من غير ما برنامجه يحتوي على الامن، وهل هو قادر انه ينفذه ولا لا. يعني ما في مرشح يقول انا ههتم بالامن، نعم، هل قدراتك ايه في الامن، ايه الطرق، ايه الاساليب، ايه كده. الامن بطمن الحاجة جمعة ان الامن هو من اساسيات المرحلة القادمة. تمام. لان بدون امن لا فلاح هيشتغل ولا يعرف ينتج ولا سياحة ولا اقتصاد ولا العامل هيروح مصنعه والحياة هتتوقف. لكن الأمن الأمن الأمن. بالنسبة للفلاح احنا بنقول وبننبه او بنطلب رجاء من الأخوة في الريف والأخوة الفلاحين وأهلنا في الريف، ان هم اللي يشوف واحد إرهابي او ينتوي انه ينضم لتظاهرة ارهابية او تظاهرة عنف او يا هيعمل حاجة تؤثر على بلده، نعم، حتى وهو لسه في بيته وجاره يبلغ عنه وياخد موقف ضده. نعم. لاننا بدأت تظهر عملية في الريف، يعني عندنا في الدقهلية حصلت الاسبوع الماضي اكتر من 7 حوادث بهذه الطريقة. للأسف. سيارة احد المواطنين يجي يلاقيها متولعة محروقة، منزل احد المواطنين يترمي عليه حاجات متفجرات. الامور دي بدات تظهر. نعم. احنا عايزين وعي، نعم، لدى الفلاح ان يعني احنا بنرحب بالجميع. والاخوان اللي لا يشترك ويشجب ويدين هذه الاعمال يبقى في حاله، يبقى احنا ما بنقصدش منه اي شيء. ولكن كل من يظهر منه بوادر عدائيات لهذا الوطن على الفلاح او ساكن القريه، نعم، ان يبلغ عنه فورا. طيب سياده اللواء، اخيرا كده حضرتك كيف ترى الدور الامثل لكافه وسائل الاعلام لتسقيف وتنوير اخواننا الفلاحين خاصه في المجال السياسي؟ وحضرتك تعلم طبعا ان وسائل الاعلام تلعب دورا كبيرا في هذا الشان. انا اناشد وسائل الاعلام واناشد القنوات الفضائيه ان يعملوا العقل والمنطق في التعامل مع الفلاح ومع المحافظات ومع الريف. No. احنا لما بنعمل مؤتمرات في المحافظات يعني ما بيجوش القنوات الفضائيه ما بتجيش تحضر. ليه؟ رجال الاعلام يهتموا، ندوه في الصعيد، ندوه في اسوان، ندوه في القاهره، ندوه في الشرقيه، ندوه في دمنهور، ندوه في المنصوره، في اي مكان مؤتمر الاعلام يروح وينقل الحدث ويعمل حوارات. زي ما القناه الزراعيه المحترمه دي عملت دلوقتي حديث مع الناس في في في, في الحقول، وبتقول، نعم، لهم رايكم ايه في السياسه وفي المرشح الجديد. نعم. اذا احنا بنقول ان وسائل الاعلام بنناشدها ان هي يعني تبذل مجهود الشهرين الجايين دول في انها تروح للفلاح. نعم. رايك ايه في المرشح الرئاسي؟ رايك ايه في عضو مجلس الشعب؟ دي حقيقة. تاخد راي الفلاح، تروح له الارض. زي ما احنا لما بنترشح في عضويه مجلس البرلمان بنروح الارض الزراعيه والفلاح بيشتغل، بنقعد معاه ونقول له رايك ايه، وبنعمل جولات انتخابيه. نعم. برضو رجل الاعلام يروح بالكاميرا ويسجل مع الفلاح، نعم، وينقل صوت الفلاح
دي المسؤولية. وده الحمد لله احنا بنحرص عليه من خلال اللي احنا نتمناه يعني. الزراعية والله يعني الحمد لله رب العالمين بنحاول ان احنا نكثف جهودنا ننقل كافة مشاكل الفلاحين واخوانا المزارعين نشاركهم في الحياة السياسية في الحياة العامية بصفة عامة، لان طبعا الهدف الاول الاساسي النهوض بقطاع الزراعة بصفة عامة، يمكن ده السياسة بتاعتنا هنا في مصر الزراعية طبعا، ونلقي الضوء بصورة اكبر على مشاكل اخوانا الفلاحين والمزارعين. يعني حضرتك القناة بتبذل مجهود كبير جدا في ناحية الزراعة، وقناة متخصصة وحاجة عظيمة. نعم. وتشكر. ولكن ارجو من وسائل الاعلام الاخرى. نعم. اللي هي بتهتم بجليس الفضائيات اللي جلاس. بيتكلموا في التوك شو كلام يخلي الفلاح نفسيا يتضايق. نعم. وبيخلوا العمليه السواديه في امام الفلاح. نعم. وبيدوا للفلاح يعني صبغه مش نعم. مش سليمه. نعم. ارجو انهم يحذوا حذوكم في ان هم نعم. يدوا فرصه من برامجهم للفلاح. وانا بناشد يعني زمايلنا الاعلاميين في كافه القنوات الفضائيه، يا ريت نتطرق شويه لمشاكل اخوانا الفلاحين المزارعين ونشاركهم بصوره اكبر في الحياه السياسيه، لان صوت الفلاح بيفرق في اي مرحله انتخابيه سواء انتخابات رئاسيه او انتخابات برلمانيه. في نهايه هذا اللقاء بشكرك جدا سياده اللواء عياد العباس الخبير الاستراتيجي ورئيس حزب مصر العربي الاشتراكي. شكرا لك يا سياده اللواء، نورتيني يا فندم. شكرا لك يا فندم. مشاهدينا للاسف وقت حلقتنا جري بسرعه مع حضراتكم، خلصت حلقتنا النهارده من برنامجكم اللون الاخضر. انتظرونا ان شاء الله حلقه جديده. تحيات فريق العمل وتحيات عاصم الشندويلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.